مرحبا بكم أطفال في الحلقة الثالثة والأربعون من ركن السيارة. إذن سوف نستطيع ركن السيارة، هذا ما سوف نتعرف عليه في نهاية الحلقة. ابقوا معنا إلى نهاية الحلقة. المسار ضيق، أين سوف نذهب؟ أعتقد يجب أن نذهب من هنا هكذا. ناقل السرعة إلى الخلف. سنتيمترات قليلة هكذا. ناقل السرعة إلى الأمام. الفرامل، شاهدوا الفرامل، شاهدوا مليمترات قليلة ونلمس الحاجز. إذا نذهب هكذا، نصعد من هنا. الكاميرا بهذه الوضعية، إلى الأمام قليلا. ثم إلى الخلف. هذا المسار صعب جدا، صعب جدا هذا المسار. يعني هكذا، هنا هو خط النهاية، هنا خط النهاية. هل سوف نصل؟ نعم، وصلنا إلى خط النهاية. شكرا لكم على متابعة الحلقة، لا تنسوا مشاهدة الحلقة المقبلة. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired.